الدكتور أسامة غنيم، مدير التنفيذي للوكالة الوطنية المصرية لمكافحة المنشطات. دكتور أسامة، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك. اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ربنا يخليك. بقالي حوالي 6 7 شهور بصوت واتخانق وزعق مع نفسي كده مع المشاهدين عشان يبقى في كشف عن منشطات بالنسبه للعيبة الدوري المصري. لا لا، من غير ما تتخانق ومن غير ما تصيد، احنا ابتدينا كشف المنشطات ده من 2010. انما احنا وقفنا بعد الموضوع بتاع مشكله بورسعيد في 2012. ايوه، وانت عارف من وقتها اتلخبطت كل حاجه، ما بقاش حد عارف الماتش فين ولا هيتنقل لفين ولا مكانه فين، والامن هيسمح بالدخول ولا مش هيسمح بالدخول. ايوه، ولكن الى ان طبعا الامور استقرت حاليا دلوقتي، فاتفقنا على ان احنا هناخد عينات ابتداء من الدور الثاني المره دي. أيوه، اللي هو هيبدا فيه الاسبوع الاولاني في شهر فبراير ان شاء الله. ان شاء الله هتاخدوا عينات عشوائيه، يعني بتتفرجوا على الماتشات وتشوفوا مثلا لعيب مثلا مجهوده كبير جدا، بتبقى حاجه عشوائيه ولا بتختاروا؟ لا لا لا، لها نظام معين بالنسبه للاختيار، لان ده طبقا للمعيار الدولي. فما ينفعش ان انا بقى قاعد اختار فلان، طب مش معنى اخترت ده، مش معنى ما اخترتش ده. فطبعا احنا عندنا برنامج اختيار، بيبقى برنامج عشوائي ولكن بيتم عن طريق اختيار الارقام. بناخد 2 من كل فرقه بالاضافه للاعب اللي هو بياخد الكارت الاحمر. ايوه، فلو انا يعني انا ممكن النهارده اخد مثلا 2 من الفرقه الف و3 من الفرقه ب، لكن الغالب دايما ان انا باخد 2 من الفرقه دي و2 من الفرقه دي. طيب هل عندنا معمل متخصص ولا هتتعاقدوا مع معمل ولا ايه بالظبط؟ احنا على فكره انتوا بتتكلموا معانا على كما لو كنا احنا ما خدناش عينات خالص. احنا طبعا لا، انا بقول حضرتك بتقول احنا متوقفين من 2012. لا لا، ده بالنسبه للكوره بس. للكوره بس، بقيه الالعاب بس، لكن احنا بناخد من كل الالعاب الثانيه. تمام. طبعا على طول، يعني احنا واخدين سنه 2015 واخدين 511 عينه من جميع الالعاب، طبعا ما كانش فيهم الكوره. العينات دي بتتبعت لمعمل برشلونه في اسبانيا. ايوه، مصر فيها معمل، والمعمل مكتمل تماما ولكنه في دور الاعتماد والمرحله الثانيه للاعتماد. هتنتهي المرحله الثانيه في شهر يونيو 2016 ان شاء الله، ونبدا اخر مرحله اللي هي هتبدا من يونيو 2016، يا تنتهي في ديسمبر يا اما تنتهي في الشهور الاولانيه من 2017. يعني من 2017 يكون عندنا معمل معتمد من الاتحاد الدولي. معتمد بالظبط كده. لكن احنا عندنا معمل فعلا. والمعمل ده جاهز وجاهز على انه يعمل، بس فينا الوكاله الدوليه للاعتماد، لان الاعتماد مش بايدينا، بايد الوكاله الدوليه لكره المنشطات. من العناصر او البنود المهمه في دوري المحترفين ان يكون في كشف عن منشطات يا دكتور، صح؟ طبعا. وبعدين مش حتى مش يعني المحترفين بس، انما الكود الدولي بالنسبه للوكاله الدوليه الوحدة بيطلب مننا ان احنا لازم ناخد عينات من جميع الفرق. أيوة، من جميع الالعاب الرياضيه مش الكوره بس. فبنقول الالعاب طبعا، لان هي الكوره بتعتبر جزء من 57 اتحاد احنا بناخد منهم عينات، فلابد ان احنا ناخد منه. طيب، انما عدم الالتزام وعدم والمره هنا ومره هنا. يعني احنا كنت لسه النهارده بفكر مع زمايلي اللي هم هينزلوا ياخدوا عينات، لو اتعملت المباريات في برج العرب ايه اللي هيتم، ولابد باتصال بالقوات المسلحه عشان تسمح لهم. ان في ملاعب عسكريه، صح؟ كتير. ملاعب عسكريه عندي في السويس وفي عندي برج العرب، بس يعني ما اعتقدش هيبقى فيها مشكله دي. انت هتبلغوا يعني؟ لا لا لا، احنا بس الناس مش هترفض يعني. تنسيق بس. تنسيق معاهم. ايوه، يعني هيبقى في اتصال بالامانه العامه عشان يبقى في نوع من السماح لاولادنا لو هيروحوا يسحبوا العينات. ايوه، بالنسبه للملاعب الثانيه دي ما فيهاش مشكله، هيبقى في تنسيق بس مع اتحاد الكوره، وما بيتقالش ايه هي الماتشات اللي احنا بنحضرها. مين اللي اتفاوض معاكم بقى في اتحاد الكوره او اتفق معاكم في اتحاد الكوره يا دكتور؟ لا لا، ما فيش حد معانا، لان احنا ما بنتفقش مع حد. احنا شغلنا كله بيبقى فجائي وبدون تنسيق، لكن هي هيبقى بس اتحاد الكوره اتفاق ان يتم ابلاغ الانديه كلها ان هيتم سحب عينات. يعني قرار العوده الى تحليل المنشطات في الدوري المصري كان قرار النادو، قرار كنتوا كالوكاله الوطنيه، مش قرار اتحاد كوره. مش قرار اتحاد كوره. لا لا، اتحاد الكوره ما يقدرش ياخد قرار بانه ياخد او ما ياخدش. ده قرار النادو المصريه. واخد بال حضرتك؟ واحنا بنقول احنا ممكن ناخد في جميع الماتشات. يعني ما تزعلش مني، انتوا اللي كنتوا مكسلين او متاخرين مش اتحاد الكوره. ما سمعتش بعد اذنك تاني؟ بقول لك يعني ما تزعلش مني في السؤال، يعني حضرتك بتقول لي انتوا اللي بتقرروا مش اتحاد الكوره، يعني انتوا اللي كنتوا مكسلين الفتره اللي فاتت؟ لا لا، احنا مش مكسلين، هي العمليه كلها عمليه بس التنسيق الامني
واخد بال حضرتك، لكن احنا بالنسبه لنا احنا مش مكسبين. والدليل على كده ان احنا واخدين في جميع الالعاب مش الكوره بس. انما الكوره انت عشان مشاكل اللي حواليها بس مش اكتر من كده. وانت عارف ان الكوره اعلاميا هي اللي واخده الشو الاعلامي. فعشان كده احنا لما ما خدناش الفتره اللي فاتت اتسال ليه المنظمه ما خدتش من الكوره. تمام. مثلا على سبيل المثال المنتخب بتاعنا منتخب الكره الطايره اللي كسب امبارح وتاهل لريو دي جانيرو. تمام. قبل ما يسافر اتعمل له تحليل للفريق بالكامل قبل ما يطلعوا من هنا. تمام. ولكن ما حدش حس بيها لانها ما فيش تسليط اعلامي على منتخب الكره الطايره. تمام تمام. طيب عايز اسالك سؤال بقى، يعني كل الناس بتساله معاك يا دكتور. عايز اسالك سؤال كل الناس بتساله. سامعني يا دكتور؟ الو سامعني؟ الو. طيب نتصل بدكتور اسامه تاني عشان في سؤال مهم جدا. اتصلوا بدكتور اسامه تاني، اقفلوا اتصلوا، الناس كلها بتسال في القصه دي. موضوع ترامادول ده يعتبر منشطات ولا مش منشطات؟ محظور رياضيا ان هو يتاخد قبل الماتشات ولا لا؟ فهنساله في القصه دي. سبحان الله التليفون قطع، فهنرجع تاني للدكتور اسامه غنيم. طيب يعني كده النادو اللي هو الوكاله الوطنيه لمكافحه المنشطات هتبدا التحليل او الكشف عن المنشطات مع بدايه الدور الثاني لبطولة الدوري المصري. لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة الحاج عامر حسين قررت تقديم مباراة وادي دجلة والداخلية لمدة 24 ساعة هتلعب يوم 19 بدلا من يوم 20 يناير، يعني مباراة دجلة وادي دجلة والداخلية يوم 19 يناير بدلا من يوم 20. طيب دكتور أسامة رجع لنا تاني. دكتور أسامة كنت بسأل حضرتك على الترامادول ده يعتبر منشطات ولا محظور ولا إيه بالظبط؟ يعني التعامل معاه إزاي؟ الترامادول مخدرات. مخدرات حضرتك. وغير مدرك في قائمه المحظورات الرياضيه، ولكنه مدرك كجدول اول مخدرات لان هو من عائله الاسلينيات الاسيون. لحد دلوقتي لم تدرجه في اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات، انما ادرجته في حاجه اسمها قائمه الرصد المراقبه بس. تمام. الكلام ده في 2014. يعني لو لعيب دلوقتي خد ترامادول ونزل اللي لعب مباراه وبعدين اتعمل عليه تحليل منشطات يطلع في التحليل منشطات يطلع ايه؟ ما يبانش. لا ما يطلعش في التحليل. بس هو محظور ان اللعيب ما يبلغناش بيه. ممنوع ان اللعيب ياخده؟ هو ممنوع جنائيا، يعني جنائيا مش رياضيا. لا مش رياضيا. لو فتشت لاعب ولقيت معاه طول من حق الدوله النهارده ان هي تتعامل معاه جنائيا وياخد فيها حكم، لان دي اما حيازه يا اما تعاطي يا اما اتجار. كناحيه رياضيه انا ما اقدرش. وما اقدرش اخد عينه من لاعب واحللها في معمل هنا في مصر غير المعمل الدولي المعتمد اللي هو تابع للوادا، والا في الحاله دي هيتطبق عليا. طيب. بيتطبق على بوليفيا والارجنتين واوكرانيا. سؤال الرياضي لما قبل الماتشات ايه تاثير ترامادول عليه في الماتشات؟ يعني بياخد نص حبايه او حبايه بيأخر التعب. بيأخر التعب. ما بيخليش اللاعب يحس بالاجهاد او التعب. وعشان كده هو اساسا في المعتاد انت بتديه لانه قاتل للالم، الناس اللي عندها سرطان او عندها الام بنكتب لها ترامادول على اساس ان هو بيقلل الالم عندها ما بتحسش بالالم. فبياخدوا اللاعب او السواق او اللي هو بيقوم بعمل شاق على اساس ان لما ياخد الحبايه دي ما بيحسش بالتعب. فده يعتبر بيزود له خطوره. بيزود مجهود اللاعب في الملعب يعني. لا ما يزودش المجهود. قصدي يعني بيأخر التعب فبيخلي المجهود. ايوه ما يحسش بالظبط كده. ما يحسش بالتعب يعني يقعد يجري طول الماتش ما يحسش بالارهاق. فده يعتبر اللي هو بيزود المجهود يعني. بس خد بالك برضه لازم تعرف ان الترامادول بيؤدي الى ادمان، يعني زيه زي الافيون. يعني لو انت خدت مرتين ثلاثه اربعه ما تقدرش تبطله، تتعود جسمك بيتعود عليه. بالظبط. تمام. ولو حب اللاعب ان هو يبطل الترامادول مضطر في الحاله دي انه ياخد اي حاجه من عائله الافيون اللي هي الافيون او المورفين او الهيروين، لان كلها بتشتغل على المستقبل. لا ده الموضوع كبر قوي كده. لا ما احنا بقى هنخش ده انا حاسس الكلام انت بتقوله ده انا اللي هتحبس دلوقتي. خوفتني يا دكتور. لا مش هتكلم في الموضوع ده تاني. لا والله احنا عايزين بس نوجه النصيحه لاولادنا الرياضيين. طبعا يا ريت نبعد عن ده طبعا افه سوداء اكيد منتشره بشكل غير عادي، واحنا بنحاول ان شاء الله خلال شهر مارس اللي جاي ان احنا نبعت الوكاله الدوليه، لان ده حقنا في خلال شهر مارس ان احنا نبعت ايه الحاجه اللي عايزين ندرجها، ودي تبقى المره الثانيه لينا، لان احنا بعتنا السنه اللي فاتت. تمام. ومع طبعا ما خدتش الوقت في كلامنا، هنحاول السنه دي ان شاء الله نضغط كده وربنا يسهل ان احنا نحاول ان احنا ندرجها في سنه 2017 ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسامه غنيم، طبعا مدير الوكاله الوطنيه لمكافحه المنشطات، والراجل فهمنا كل حاجه، يعني حاجات كتير جدا كانت غايبه عننا او مش فاهمين تفاصيلها، فالراجل فهمنا يعني حاجه كبيره، حاجه يعني حاجات كتير، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم حاجه ايجابيه جدا
من بدايه الدور الثاني الكشف عن المنشطات بالنسبه للعيبه الدوري المصري، وده اللي احنا كنا عايزينه عشان يكون عندنا يعني منظومه احترافيه ويبقى في فير بلاي او تكافؤ فرص ما بين كل الفرق والانديه واللاعبين ان شاء الله. نروح